السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من مسح رأسه بأن مسح إلى الخلف ولم يرجع يده إلى المكان الذي بدأ منه، فهل مسحه صحيح؟ هذا مجزي، لكنه ناقص، مجزي مع النقص الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يضع يديه الشريفتين مبلولتين بالماء على مقدمة رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام.